للحديث أكثر عن الانتخابات النيابية المبكرة في العراق والمقرر لها في تشرين الأول القادم وإمكانية انعقادها، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش. أستاذ فايز، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، حيث يرجع أسباب الاحتقان السياسي إلى خلل في العملية الانتخابية، لكن هنا هل الأمر يكمن فقط في خلل العملية الانتخابية أستاذ فايز؟ السلام عليكم، تحية لكم ومشاهديكم الكرام. طبعا لا يعقل لدى كل عاقل بأن تحجم قضية العراق منذ 2003 بقضية بسيطة، أي هي النزاعات أو الخلافات السياسية ما قبل الانتخابات بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. هذا خلل موجود في المنظومة السياسية. الخلل الرئيسي هو كيف تنتهي هيمنة إيران وميليشياتها على مفاصل الدولة العراقية وأحزابها التابعة إلى إيران، وبالتالي هذا يعني انتهاء دور إيران وميليشياتها في العراق وضرب المصالح التابعة للأحزاب الحزبية التابعة لإيران. هو من هنا تبدأ عملية استقرار العراق في الانتخابات أو غيرها. نعم أستاذ فايز، أيضا في تصريح لبرهم صالح أكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، لكن هل تعتقد أنه في ظل الصراع الدائر بين شركاء العملية السياسية وأيضا الميليشيات وموضوع عدم الاتفاق على آليات الانتخاب يمكن أن تعقد الانتخابات في موعدها المحدد؟ يعني هو المشكلة ليس بإجراء الانتخابات، إن تمت في 16 في تشرين القادم أو من عدمه. نعم. المشكلة هي الآن إذا تم التوافق بين الأحزاب والكتل والميليشيات على الحصص والمغانم والمقاعد البرلمانية، ستجرى انتخابات، لأن انتخابات الكل يعرف بأنها هي انتخابات ورية وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن هناك وجود سياسية ديمقراطية بالعراق. أما قد تكون الأسماء المرشحين من أعضاء البرلمان من هذه اللحظة ومن هذه الساعات هي مرشحة بتزكية عن طريق رؤساء الكتل لدى إيران، وبالتالي لا قيمة للانتخابات. أما الانتخابات إن جرت في 16 أو نعم. لم تجري، فإنها لم تحل مشكلة في العراق، لأن ما دامت هناك محاصصة طائفية وحزبية، وما دامت هناك نفس الوجوه ستعود للعراق وتبقى تسرق بأموال العراق، ويبقى الأيتام والأراضين والعاطلين، وتبقى ثروات العراق مبددة، وتبقى الهيمنة للميليشيات والدور الإيراني في العراق، ويبقى الولاء لإيران عن طريق هذه الأحزاب وهذه الميليشيات. أستاذ فايز، في ظاهرة جديدة يجري الآن عدد من الموظفين والمرشحين تغييرا في المناصب الخدمية، إلى أي مدى ترى أن ذلك سيؤثر على موضوعة نزاهة الانتخابات؟ يعني أنا حسب ما سمعت أنا شخصيا بأن هناك صفقات بدأت تجري ما بين الأحزاب والكتل في كل مناطق العراق، يوعدون بعض المسؤولين أو بعض المرشحين بأننا سنمنحك منصب فقط أن تتخلى عن الترشيح إلى الانتخابات القادمة، وبالتالي هذا سيبقى خلل بالتأكيد على الأمور الخدمية والأمور المعنوية لأبناء الشعب العراقي، وبالتالي لن تجدي نفع هذه الانتخابات، فقط الوعود، ولا يتم تغيير أي وجوه من الذين حكموا العراق منذ 2003 وما يقال عن انتخابات وعن تصويت وعن الأكثرية الأكثر في الانتخابات أو الفائز الأكثر في الانتخابات. هذه جميعها دعاية انتخابية ودغدغت مشاعر بعض العراقيين من السذج الذين لا يفهم اللعبة السياسية ولم يحكموا عقولهم طيلة 17 عاما عندما رأوا هؤلاء السياسيين هم أنفسهم سيعودون للحكم وسيعودون وسيستمر الولاء إلى إيران، وستبقى هيمنة إيران وميليشياتها على العراق وعلى مفاصل الدولة العراقية، ولن يتم هناك أي تغيير في المستقبل، والأيام ستشهد
في المستقبل بعد إجراء الانتخابات. أستاذ فايز، بعض المرشحين والنواب بدأوا حملة تعيينات للشباب في الحشد العشائري، ألا يعد ذلك شكلا من أشكال الرشوة الانتخابية إن صح التعبير؟ بكل تأكيد هذه حملة لكسب عواطف هؤلاء الشباب ولكي يكونوا لهم جمهور في المستقبل، لأن الجميع بدأ يشعر بأنه ليس له وجود في الشارع العراقي، وبدأوا من جديد يعبئون الشارع عن خلال التعيينات المؤقتة التي قد لا تكون ثابتة لهم في المستقبل، ليس على الملاك الدائم بل إنما مؤقتة وستنتهي بعد إجراء انتخابات وبعد حصول المكاسب والمغانم. سيفصلون هؤلاء الشباب عن هذه الوظائف وعن هذه الدوائر، وسيبقون يتسكعون في شوارع العراق مجاعة بطالة، لا يفهمون شيء من اللعبة السياسية والالتفاف الذي يتصرف به السياسيين على عقول أبناء الشعب العراقي. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش، شكرا جزيلا لكم.